جاي لك النهارده حبيب قلب اخوك، بما اننا خلاص قربنا نوصل ل 400,000 مشترك، فانا مش ناسي اخواتي الحلوين في الجيف اواي اللي انا قلت عليه، وبما ان دبل اتنين نزل في الجواهر يعني ال 10,000 انت هتكسبهم هيبقوا 20,000 حبيب قلب اخوك. فاهم حاجه؟ انت تشد العزيمه وتعمل لايك للفيديو ده، عايزين فيديو امبارح يا جدعان وصل ل 10,000 لايك. بما انه وصل ل 10,000 لايك فخلاص احنا هنعمل الجيف اواي، لان انا قلت لك ابو عادل لما بيقول لك حاجه بيعملها حبيب قلب اخوك. رابط الستور موجود تحت في الديسكريبشن، ده اللي احنا هنعمل عليه الجيف اواي يا حبيب قلب اخوك. ستور اخوك ابو عادل، ارخص سعر في مصر. لو انت حابب تشحن، حابب تعمل اي حاجه، كل حاجه موجوده تحت، والجيف اواي هيكون موجود برضه في الستور. خش وانضم ستور اخوك ابو عادل واعمل لايك للفيديو ده، عايزين نوصل 10,000 لايك لان احنا خلاص قربنا نوصل ل 400,000 مع اخواتي الحلوين مبوي اللي انا بحبه. يلا بينا يا جدعان نخش على فيفا نشوف الجريمه اللي احنا عملناها الاول. ايه بقى هي الجريمه؟ انا هقول لك ايه هي الجريمه. الجريمه يا جدعان مبدئيا ان احنا بعنا اللعيبه. خلصانه؟ خلصانه. بعنا اللعيبه بكام؟ 145. انا لحقت ابيع مودريتش يا جدعان هو ب 42 مليون، وبعت تير شتيجن ب 23 مليون، وبعت ليفاندوكسا ب 19 مليون، وبعت دوناروما 35 مليون. طبعا تعال ما نشوف دوناروما يا جدعان دلوقتي بقى عامل كام. عليا النعمه هنلاقيه نزل بقى في الحضيض خالص خالص. تعالى الواد دوناروما كام؟ اسود. ليه طيب؟ ليه بعته؟ انا ليه بعته؟ ليه ما بهداش على الحاجه؟ والله العظيم انت حاج ادرسه. ايوه ماشي. اللعيبه غليت يا جدعان، اللعيبه غليت. حمو صلاح كان 150 دلوقتي رفع ل 170، حلو قوي. مدرك يا جدعان كان ب 140 بقى وصل ل 160. خلصان يا رجال، خلصان. معانا لعيبه بتتباع، معانا رابيو ومعانا سانيه. خلصانه رجال، حلو. هنستلم كام بقى يا جدعان؟ هنستلم 145 مليون، حلو قوي. ومعانا دلوقتي 685، عايزين نوصلهم ل 700 مليون علشان نكمل التشكيله بتاعتنا وتبقى رسميا تشكيله من نار. والله العظيم تشكيله من نار. طبعا يا جدعان انا امبارح ما خلصتش مشانات حدث التوتي، فانا حاسس ان الحدث ده هيضيع عليا. ليه بقى؟ لان ما خلصتش المشانات، وفي نفس الوقت انا حاسس يا جدعان ان المشانات يعني اللعيبه مش مستاهله اصلا. يعني احنا عملنا هنقعد نجحد في نفسنا عشان لعيبه 88 ولعيبه 87 ولعيبه 89 ده، وبتاخد نسخه مسكره، وفي الاخر بعد ما نختم المسار وتعدي بالمراحل منحدرات وجبال وسهول واوديه هتوصل للاعب 92 و91 وهتاخد من 89 ل 92. اتفضل هتقعد تلعب كل ده عشان في الاخر كده، فاهم انت؟ فانا بصراحه ما بلعبش. وفرت دماغي والله العظيم. خش عند كرتقاءات تصدق احنا لسه ما اخترناش. والله تعالى نختار ريفالدو زيرو. ماشي والله انا لسه ما اخترتش، والله ولا اعرف حتى بنعمل في ايه يا عم. والله ماشي. ايه ده بقى؟ طب يا عم خلصانه ماشي. في ايه؟ في ايه؟ لازم افوز 40 مره، فوز 5 وهنا فوز 10، يعني 20 30. يبقى كدابين هنا، في المفروض في ناقص 5 عشان افوز البتاع. يا نهار اسود يا جدعان، ده لازم افوز. وايه ده؟ 85 ب 200 بتاع، ال 200 بتاع دول بجيبهم من ايه؟ فهنا موافق يتم التحاضر، هيتم التحرير. قالوا لي هيتم التحرير ان شاء الله في وقت تاني، فلازم تقول لهم ماشي. دي ب 40 نهار اسود. بتجيبهم منين بقى؟ بتجيبهم من هنا اكيد. بعد كل ده بتاخد ريفالدو، يعني كلها هنعمل كل ده عشان اخد ريفالدو 93؟ مش عايزه يا عم، مش عايزه يا عم. ايه كل ده؟ انتوا بتزلونا يا جدعان، مش فاهم والله. انتوا بتزلونا يا فيفا. يلا يا عم نكمل يا عم، يلا يا عم نكمل. والله دي مش عيشه دي. يلا يا عم، يلا يا عم، استنى على الشاي بالله، استنى على الشاي بالله. اول باك اب حظ اللايكات، حظ اللايكات يا رب. توتي ايكون، مش عايز ايكون، انا عايز توتي. هولندا جي كي، لا سي اف. ده مين ده؟ هولندا سي اف مين؟ كرويف 91، 4 مليون، يا نهار اسود. طب تعالى، طب استنوا يا جدعان، التوتي اكيد نزلوا باكجات احلى. مفيش غير الباكات اللي ب 18,000 والباكات اللي ب 15,000. تعالوا نفتح واحدة ب 15، يلا واحدة ب 15 يا رجالة، واحدة ب 15 يا رجالة. يا رب توتي ايكون، مش عايز ايكون، أنا عايز توتي. انكس تي هاري كين ده ولا لا؟ ده ايكون من انجلترا. مين؟ 87 رايت، يا نهار اسود. رايت 87 يا خرابي، ب 15,000 ورب ما فاتح تاني. مش فاتح. يلا عم نكمل يا عم مع 6,000. احنا ايه اللي ودينا هناك؟ احنا اللي ودينا هناك ايه؟ مش بتاعتنا خالص، فاهم انت؟ يا رب توتي، مش توتي. اسباني سيم. انا في مره بعت جاكيت اسباني، مش هتصدق بكام، مش هتصدق بكام، ومفيش حد عملها.
300 جنيه جاكيت اسباني اصلي. تيك توك لازم يأثر شويه. حط لايك الاشتراك الباك ده بيحصل لايكات يا جدعان. تاني لايكات تاني لايكات تاني عشان احنا خلاص ايكون بقى ايه بقى ما بقى ما دروجبا. لا مش هو ازاي الواد ده يا جدعان من افريقيا وابيضاني ازاي؟ ما والله العظيم مش قصدي حاجه والله عشان بس ما تفتكرش انا مش ان انا والله ما قصدي حاجه بس يعني هو من بلد دروجبا اللي هي ساحل العاج تقريبا. ازاي وابيض يعني هو الوحيد الابيض في البلد كلها؟ والله مش قصدي اتريق ولا حاجه والله العظيم بس اللي هو انتوا عارفين افريقيا يعني احنا فاهم انت ازاي برضو يعني النقطه دي ازاي مش عارف بس ما علينا عادي اما نشوف. يا نهار اسود يا جدعان فين لعبه التوتي؟ التوتي فين؟ التوتي بتاعت المره اللي فاتت الفيديو اللي فات ايه هنقضاها ايقونات ولا ايه؟ ايطالي البي بس لا سيو مش ايطالي امال مين؟ زامباروكس زامباروكس 87 يا خرابي ودي ودي يا نهار ابيض اللي بعده خربانه خربانه يا رب توتي مش توتي خربانه خربانه الواد ار دبليو يبقى مين؟ يبقى ما نعرفوش خربانه خربانه والله العظيم خربانه مفيش توتي خالص نفسي اشوف المح التوتي حتى التوتي يعني برازيلي الدبليو ارس خربانه 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 فاضل باكتين عايزين لاعب توتي يا جدعان يا جدعان يا جدعان انا بتألم والله العظيم بتألم لعب توتي بس يا فيفا لعب توتي لعب توتي انا عايز شعارة انا نسيت شعارة توتي فكروني بيه طيب والله فكروني بيه يا فيفا شوف يا عم بنزيما لا مش بنزيما يا عم فكروني بيه يا فيفا طيب شعارة يا نهار ابيض وصلنا ماشي عاد انا افتح باكات عادي جد يلا عم ود ستونز والله العظيم ما زعلك ود هنفتح باكات عادي ما هتاخدوا لعبة منها اروح هنا والله العظيم يعني انا معاكم بقى يا فيفا بقى وتمين دي بقى ب 800 ماشي ماشي 88 مليون هكا يا نهار ابيض وكود بقى توتي بقى انا نسيت يا جدعان التوتي كان بيطلع لنا ازاي بيقول ايه في التوتي والله نسيت الاغنيه والله ففكروني بقى فيفا ارجوكم بليز يا نهار ابيض انت ولا حاطين فخ حاطين في يا نهار ابيض مش عايز يا عم مش عايز حاطين في الاول فخ يا شباب بصوا هما كيكا هياخدوا لعيبة توتي فمش حوار بقى يلا 88 97 يلا هما كيكا ايه خربانة خربانة يلا بينا يلا ايوه بقى انجلترا فكروني بشعار التوتي ده مين ده يا نهار ابيض ايه 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 ايوه كده فكرونا تاني وانا مش هعمل بيه حاجة بس يلا اعمل ازاتيمان ايه يلا ايه 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 تيم اوف هير اذا تيم اوف اوف ده بيقولوا ايه تيم اوف زي اللي هو بسرعه بيخطفوها قوي كلموا انجليزي بسرعه قوي والله العظيم تيم اوف زير ايه ايه او ماشي خلصانه فيف خلصانه افتكرنا حاجه يا جدع والله العظيم ادينا افتكرنا حاجه ايه المهمات اللي هنا ماشي ارجوله خلصانه صح مسا مسا عليك نخش على المتجر يلا بينا نكم يا رب انا عايز التوتي يكون من هنا مش من هناك اللي هناك لعبة مش بتباع انا عايز التوتي يكون من هنا يا رب اذا تيمن ايه اوه مش هو هالاند لا ده هولاند لا ده مش هولاند لا ده اوديجارد خدنا نسخة ماسكرانو وخدنا نسخة اوتاميندي اوتاميندي بيتباع بيتباع 700 معنا كتير يا جدعان من اوتاميندي انا كتير قوي المهم يا جدعان خلصنا اللي مش عارف ايه دي تعال نخش على الباكه الحلوه دي
هناخد لاعب 99 لحد 97 تمام، ايا كان بقى ايه احنا مش مطالب مننا. يلا بينا يلا بينا سامع الشاب الله ودي. لا كده حرام وربي كده حرام بين. اه ماشي ده هو ده الباكه الاولى مش عايزينها، خش لي على الباكه الثانيه. ايوه بقى اذا تيمن ايه 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 انت وراه ولا كوبو؟ ولا كوبو مش فاتح تاني هنا؟ مش فاتح والله العظيم ما فاتح سكه ودغري. ده طلع لي مرتين المره اللي فاتت لو امبارح لو تفتكروا، والنهارده عايز يطلع لي تاني. لا يابا بره عني بره عني بره عني بره عني. ايوه فيش الكلام ده فيش، كان في منه وخلص والله. ايه بقى يا عم خلاص والله العظيم انت بتذلونا يا جدعان والله، يعني والله ما ينفع فيفا وربنا ما ينفع. يعني ايه يعني زودوها شويه يعني ما ينفعش كده. هعمل ايه تاني؟ اطورت الواد ادرسون باللعيبه الباقيه والله العظيم. طب هطور في ايه تاني؟ اهوت يا عم عايز ايه تاني بقى؟ اهو اظن كده ان انت خدت 200 لاعب يعني ارجوك بقى كفايه بقى ارجوك يعني مضغ. خش على 12 مليون ونص ما كسبناش لحد دلوقتي اي لاعب توتي، اي لاعب توتي ما كسبناش ما كسبناش اي لاعب توتي. كسبنا مودريتش كسبنا لعيبه طرش الطرش النهارده والله ما كسبنا اي لاعب. متخيل متخيل ده مين يا عم؟ ده يا عم مش عايز يا عم اعرف يا عم. عايزين لعبة توتي يا عم، عايزين لعبة توتي يا عم. فين يا عم لعبة التوتي يا عم؟ مفيش خالص. تعال اطلع يا عم. 90 تباع ولا لا؟ اكيد لا بيتباع ب 2 مليون. ماشي يا جدعان لعبة التوتي ايه اتخطفهم لعبة التوتي. ايوه انجلترا بلينجهام بقى سيم بلينجهام 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 بلينجهام. يا نهار اسود يا نهار اسود بلينجهام 96 بلينجهام 96 هو ده الزتيم اوف زير بقى فعلا. هو ده هو ده الاساس والباقي شنط وكياس. هو ده المطرشم اخويا المطرشم بلينجهام بيلي بيلي وكل جري والله العظيم. 96 بلينجهام 96 اخيرا. 143 مليون 143 مليون احنا كسبناه ببلاش. ليه؟ لان اخوك ابو عادل سالك وربي سالك سالك. واحدة كمان ورب ما هزعلك. واحدة كمان بقى ويا فيفا اذا تيم ايه ايه او 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 تاني بقى بالله ايكون ماشي مكسيك يبقى وحش الواد هرنانديز وحش ده سانشيز والله انتوا الاتنين من بلد واحدة ومسكرانه حلو نطور اللي هو خد يا ابو عادل نسخة مسكرانه. انا هسيب ال 50,000 الباقيين بقى دول يا جدعان. يا عم خلاص انت هتذلنا خلاص يا عم خلاص انت كل شويه. تعالوا اما نشوف احنا والله بدنا يعني مين بقى من عايزين نعمل نودي. بصوا هو بالك 94 يبقى بالك اللي هيطير. خلصانه خلصانه بالك اللي هيطير خلاص ما فيهاش كلام بالك اللي هيطير. يعني انت الموضوع خد يا الامر يا شعلان. بس تعالوا بقول لكم ايه، ما احنا ممكن نكسب ممكن نكسب من بلينجهام. هتقول لي ازاي؟ هقول لك دلوقتي اديني فرصتي. احنا كسبنا بلينجهام كام؟ 96 صح صح. جينا شراء اول واحده 138. احنا ممكن نشتري الاحمر اصلا ب 277 يعني ممكن نشتري الاحمر. بص اقول لك على حاجه ب 277 انا مش عارف اطور بنسخ ماسكرانو وخلاص وهنوفر اصلا ال 277 دول كلهم هيعتبر احنا جايبين لعب ببلاش. والله راح اشتريه ب 277 ب 280 وابيع النسخه اللي معايا ب 130 شيل بقى 180 يعني هيبقى واقف عليا ان انا دفعت 150 هدفع هقوم بايع بلك ب 150 يبقى ببلاش. هيبقى كده يعتبر خدت هيبقى كده يعتبر يا جدعان ان انا جبت بلينجهام متطور احمر مجانا بدون ما ادفع ولا اي نسخ ماسكرانه.
وفي نفس الوقت لو انا دلوقتي طورت نسخ ماسكرانو هوفر ال 150 مليون معايا في التشكيله، يعني ال 700 مليون دول هيبقوا 850. فقدامي حلين، اضحي ب 150 مليون ولا اضحي بماسكرانو واخد ال 150؟ طبعا هضحي بماسكرانو واخد ال 150، ما فيهاش كلام يعني، ما فيهاش كلام تاني، خلاص ما فيهاش كلام تاني، فاهم انت؟ يلا بينا. تعالى بالك مبادل اس تي من اي او اي او فرندر لينجر ريتر برو بيلينغهام 96 يلا بينا يلا بينا. الحظ مطار شام مطار شام تدريب، خش يابا الحد الاقصى دلوقتي، ودي يابا ودي اخونا المطار شام بيلي بيلي والكل جري. يلا بينا تركيه التصنيف، ودي عادي معانا مسكرانو كتير، الخير كتير والله، معانا مسكرانو كتير يا حبيب اخوك، عادي جدا. ودي كمان بيلي بيلي والكل جري، يلا بينا يلا بينا يا بيلي يلا. 98 مفيش بقى تضحية بنسخ، لا يابا احنا دايركت على طول، ما لا يوجد تضحية، هنعمل فاهم انت على طول. بيلي انت عايز كام يعني؟ يلا بينا ودي، والله ما اضحي بنسخ خالص، والله ما اضحي بنسخ. انت هتروح يعني هتروح مستوى ترك التصنيف بقى 100. خلص هنا يا بيلي نقاط المهارة، نزود نقاط ايه المهارة. البدني عندك كام؟ وريك البدني عندك 95 99 85، ماشي. والتمرير كده كده مش محتاجين تمرير لان التمرير اصلا هيزيد. الدفاع 5 ماشي، تعال نزيد البدني حد الاقصى البدني بقى لان احنا محتاجين تخطيط الملعب بالكامل. هيزود ايه؟ هيزود التمرير، هيزود التمرير برضو. خلصنا، فدي حاجة حلوة بالنسبة لنا عادي، ولو وحشة ممكن نغيرها سهلة جدا، مش هنخسر اي حاجة يعني. بس يا بيلي حبال بخوك وصل لمية، معانا مدرك 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 99، معانا خط النص من ريال مدريد، والله العظيم تدريب يا بيلي، تدريب يا بيلي حبيب قلب اخوك يا بيلي، والله العظيم يعني مش عارف، والله يعني احنا اسفين والله يا بيلي، انا عارف ان احنا مش قد المقام والله، والله انا عارف ان احنا مش قد، احنا جايبين لك لعيبه سبعينات والله، انا لو والله لو عليا كنت اجيب لك يعني، معلش والله انا عارف انه مش قد المقام برضه، ان انا مش هقدر اطورك اكتر من كده، لعيبه السبعينات محتاجينها يا حبيب قلب اخوك، اسمع مني محتاجين محتاجين لعيبه السبعينات. طب دلوقتي يا جدعان، طب ما انا اعمل تدريب، طيب يعني عايز اعمل تدريب يا جدعان، يعني انا للتدريب بالله عليكم يا فيفا، يعني استخدام لاعب تدريب عايز انا إيه؟ الله العظيم ما ينفع، والله العظيم ما ينفع. يلا يا عم اقل مليون، ولا اقول لك تعالى خليها 58، ولا اقول لك اقل مليون، هو ان شاء الله ما حد حوش اقل مليون. يلا يا جدعان، يبقى احنا كده كسبنا لاعب مجانا اهو، جبنا لاعب تودي مجانا مجانا، والله العظيم مجانا يا حبيب قلب اخوك، ولا دفعنا ولا عملنا وطورنا ببلاش اصلا كمان، ويعتبر كسبنا 150 مليون اللي هو بتاعه بالك، احنا هنبيع بالك دلوقتي ب 150، هيعتبر دلوقتي ان احنا معانا كام؟ 800 مليون، يعتبر كسبناهم لله وللوطن كده وما خسرناش اي حاجه، صح كده يا حبيبي الاخو؟ صح المهم يا جدعان، طب اما نشوف عايزين لاعب نطور بيه، فتعال مثلا نشوف الواد ده بمليون وعشرين، ممكن ده ممكن نشتري ده، الواد ده مدرك ده كنا برضو بنشتري بمليون 130، ماشي. مين تاني مين تاني كنا احنا كنا بنشتري برضو يا جدعان لعيبه حلوه والله العظيم نطور بيها، فاحنا دلوقتي عايزين، ولو انتوا عارفين لاعب نعرف نطور بيه قولوا لي برضه تحت في الكومنتات يا جدعان، احنا مش عارف يعني، ده شوف ده هتلاقي عليه طلبات كتير قوي. المهم تعالى ده هنشتري من ده 10 مثلا، تمام انا ب 10 مليون، ونشتري الواد مدرك ده هنشتري منه برضه ايه 10 نسخ برضه، بحيث ان احنا نبقى وزعناها 10 نسخ من هنا و10 نسخ من هنا، ونطور الواد بيلي والكل جري. خلصانه؟ شفتني انا بكسب بلنجام؟ شفتني انا بكسب بلنجام 96؟ يعني طرشمه صح؟ توتي حدث توتي بقى واردغنا بقى وبتاع وحركات فاهم انت؟ لا واللي هو ما كسبناش لاعب مثلا عيان، يعني مثلا اقول لك على حاجه،
ما لو جينا هنا مثلا ما كسبناش مثلا، هقول لك يعني كلهم جامدين بسم الله ما شاء الله، ما فيش حد فيهم عيان، بس ما يعني اللي هو يعني انت اكيد فاهمني، ما تقعدش بقى تدقق بقى في الموضوع كتير، انت اكيد فاهمني، فاهم انت يا حبيب قلب اخوك، والله انت اكيد فاهمني، بس كده هو ده اللي انا قصدي عليه يعني، ان احنا يعني اللعيبه اللي معانا اللي احنا ما كسبناش يعني لاعب وحش يعني، فاهم انت؟ بسم الله ما شاء الله، نفسي في اللعب ابو ده 800 فاهم معايا؟ طب ليه ما كناش نكسب طيب؟ والله ليه ما كناش نكسب طيب بفندر صار؟ عادي. المهم يعني يا جدعان بلنجان برضو مش 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 ضعيف برضو فاهمين؟ طب نشوف طاقته دلوقتي دلوقتي تمام؟ وهنشوف سرعة تراك 86 89 ماشي. طب نشوفك يا جدعان بقى عندنا بعد ما دربناه، يعتبر احنا اصلا مش مدربينه كامل. احنا يعتبر مش مدربينه كامل. نخش على التفاصيل. سرعة تراك 94 رشاقة. لا ده محتاج يتدرب كمان يا جدعان. محتاج يتدرب كمان. بس كده يا حبيب قلب اخوك. وتصريح النجمة شفناهوش، لو حلو نشحنه، لو مش حلو مش هنشحنه. انا مش شايف في حاجة حلوة بصراحة يعني. وفي الاخر اخد دي بروكس. دي بروكس عمل كام؟ 100 مليون. انا مش شايف يا جدعان بصراحة ان في حاجة حلوة يعني، فاهم انت في الحوار ده. بس كده يا حبيب قلب اخوك مش هقولك مع السلامة، انت كده تشوفنا بكرة بإذن الله. بيس هاوي.